أن تقدم محاضرة اليوم بعنوان معيار الجودة في البحث العلمي التي تقدمها دكتورة حصة بنت عبد العزيز المبارك. وقبل أن نبدأ نود أن نشكر كل جهود المبذول التي يقوم بها قسم الجغرافيا لدعم البحث العلمي ممثلة في رئيس القسم وكل أعضاء هيئة التدريس، كما نود أن نستقبل جميع الأسئلة بعد نهاية المحاضرة. والآن ممكن أن تقدم دكتورة حصة أو تبدأ دكتورة حصة بتقديم المحاضرة. شكرا سعادة الدكتورة. بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أود بداية أن أشكر سعادة رئيسة القسم وسعادة وكيلة القسم ولجنة البحث العلمي على رأسهم الدكتورة سلافة مقررة اللجنة ومقرر لجنة العلاقات العامة على حسن التنظيم لهذه الورشة. كما أود أن أشكر الأستاذة أروى على ما قامت به من جهد للتواصل وخلاف. برنامجنا اليوم هو أو ورشتنا اليوم هي ستركز على معايير الجودة في البحث العلمي. في الحقيقة الجودة هي يعني كما تعرفون هي متطلب لا خيار، والجودة في البحث العلمي لابد أنها يكون لها طبعا معايير مختلفة. كما تعرفون البحث العلمي ده هو يعني عبارة عن أسلوب منظم يهدف إلى جمع المعلومات، جمع البيانات، الاستعانة بالطرق المنهجية بهدف الوصول إلى بعض النظريات والقواعد التي تساعد في التنبؤ بوقوع أي من المشاكل التي طبعا يدرسها البحث، ويهدف إلى السيطرة عليها ووضع الحلول المناسبة للوصول إلى نتائج، وطبعاً وهو يعتبر بوابة لبحوث أخرى. كما تعرفون أن هنالك عدد من المؤشرات للبحث العلمي، مؤشرات الجودة في البحث العلمي، والمقصود بمؤشرات الجودة هو ذلك السلوك أو العبارات التي تصف سلوكاً أو نشاطاً يكون قابلاً للقياس ويظهر من خلاله مقدار ما تحقق من معايير الجودة في البحث العلمي. كما تعلمون أن الجودة أو الجودة في البحث العلمي أحد أنشطة البرامج هي متطلب لا خيار، ولا بد من تحقيق الجودة من خلال طبعا بذل الجهود المختلفة من خلال طبعا منظومة متكاملة في البرنامج من أعضاء هيئة التدريس، إداريين، طلبة، طالبات وخلافه، لتحقيق الجودة في البرنامج وأنشطته المختلفة، ومن بينها طبعا نشاط البحث العلمي الذي هو يعتبر من أحد الأنشطة ذات الأهمية. في الوقت الحاضر كما تعلمون بعد تحديث معايير الجودة وخلافه من قبل المركز الوطني، أصبح البحث العلمي جزء من أجزاء بعض المعايير، وهو لا يستقل الآن بمعيار واضح، وإنما بنود المطلوبة للجودة هي أدخلت بين معيار وآخر. طبعا ماذا نقصد بالجودة؟ يعني المقصود بها أنه القيمة أو المستوى الذي يمنح البرنامج الأكاديمي، بأنه هذا البرنامج يحصل على درجة أو حصل على درجة عالية من الاعتماد، وحقق من خلال ذلك إغلاق دائرة الجودة. ما معنى إغلاق دائرة الجودة؟ أي أن البحث العلمي لابد أنه يبدأ بعملية في البداية طبعا فكرة، تخطيط، وضع أسس لهذا التخطيط، ثم بعد ذلك التنظيم، ثم بعد ذلك لابد أن يكون هنالك طبعا مخرج، وتكتمل الدائرة في الفترة التي تليها للخروج طبعا العمل على التوصيات التي خرجت بها الدائرة وهكذا. طبعا أنتم كما تعلمون أن الجودة زي ما ذكرت لكم متطلب لا خيار، وهي تعتبر من أهم أولويات الجامعة وأهم أولويات البرنامج والذي يركز عليه من خلال طبعاً لجان مختلفة، ومن أبرزها لجنة البحث العلمي التي هي تركز أيضاً على مدى جودة البحث العلمي، ما هو التطور الذي حدث في البحث العلمي، كم عدد الأبحاث التي نشرت، ما نوعية هذه الأبحاث، و
هل هنالك أبحاث نشرت في طبعا دور النشر العالمية مثل ISI وخلافه، وهذه طبعا تعتبر يعني ذات أهمية بكثير من البرامج، وإن كان في الوقت الحاضر هنالك بعض البرامج قد يكون هنالك طبعا الحديث حول فيما يتعلق بالاي اس اي، بحيث يكون في هنالك بعض النقاط الأساسية التي تعوض، بعض دور النشر التي تعوض عن الاي اس اي بزيادة عدد الأبحاث، وهذا كما تعلمون. طبعا لابد يكون لدينا تميز في البحث العلمي. ما هو التميز في البحث العلمي؟ طبعا هو عبارة عن مؤشر، هو يؤشر إلى تقدم الدولة، تقدم الجامعة، ورقي المجتمع الذي يعيش سواء في الدولة أو الذي هو يعيش يتواجد في الجامعة. طبعا البحث العلمي هو في الوقت الحاضر زي ما ذكرت لكم متطلب لا خيار، الهدف منه الوصول إلى التميز والإبداع في أي مؤسسة كانت، في أي جامعة كانت، والبرامج هي جزء من هذه، طبعا هي كلها منظومة، والبرامج يعني أصبحت جزء من المنظومة. وكما تعلمون رؤية 2030 تتضمن العديد من المبادرات المختلفة التي تركز على أهمية التنمية المستدامة وعلى أهمية البحث العلمي لدوره المباشر لحل كثير من المشاكل، من ضمنها المشاكل الاقتصادية والصحية والاجتماعية والتنموية وغيرها، لأن هنالك طبعا نحن يعني أي مجتمع لابد يكون هنالك العديد من الحمد لله الإيجابيات، ولكن في الوقت نفسه هنالك العديد من النقاط التي لابد أن يركز عليها في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، في الثقافة وخلافها. الهدف من هذا وذاك هو رفع جودة طبعا البحث العلمي. طبعا كما تعرفون يعني سواء كان لدينا عضو هيئة تدريس أو كان مثلا طالب ماجستير أو دكتوراه أو خلافه، هم سيقومون بإعداد البحوث، وإعداد هذه البحوث سيكون لها هدف معين وهو معالجة أي مشكلة وتوضيح هذه المشكلة التي لم يسبق طبعا معالجتها أو دراستها، أو تعد مشكلة تعتبر استكمالا لمشاكل وضعت كتوصيات وأكملها الباحث كما تعلمون بعد ذلك. البحث العلمي لابد أن يكون له معايير. ما هي معايير البحث العلمي كما وضعها المركز الوطني؟ كما تعلمون المركز الوطني تقويم الاعتماد الأكاديمي هو الجهة المخولة أو التي يعتمد عليها في وضع المعايير لتوضيح طبعا أهمية أي نشاط في البرنامج. لدينا عدد من الأنشطة كما تعلمون، لدينا نشاط التعليم، لدينا نشاط البحث العلمي، هنالك أنشطة التدريب الميداني، هنالك متابعة مصادر التعلم وغيرها وخلافه. لدينا العديد من الأنشطة التي تمثلت في على شكل لجان، وهذه اللجان يقودها مقررين وأعضاء وعضوات كرام. هذول الأعضاء والعضوات يركزون من خلال عملهم على المعايير التي وضعها المركز الوطني للعمل بموجبها. فالبحث العلمي يوجد فيه كما تشاهدون في هذه الشاشة أن هنالك معايير، من أحد المعايير وهو مقدار انتشار ثقافة الجودة في الأبحاث العلمية عند الباحثين. هل الباحثين يدركون مدى أهمية انتشار، هل لديهم ثقافة الجودة؟ هل ثقافة الجودة لديهم يعني تأخذ جانب الشمولية؟ طيب أيضا ما هي المعايير؟ هل المؤسسة أو الجامعة تصرف أو تنفق على البحث العلمي بقدر ما يتطلبها البحث العلمي؟ هذه أحد المعايير التي يقاس بها مدى جودة المؤسسة، هل هي تركز على البحث العلمي؟ هل هنالك طبعا عدد من المراكز البحوث المجهزة وتجهيزا يعني عالي الجودة، وهذه المراكز طبعا هي آخذة في النمو والزيادة والتطوير؟
هذا أيضاً المعيار الثالث. المعيار الرابع تنفيذ مشاريع البحث المتميزة طبعاً، والمشجع للفرق البحثية، يعني إحنا لابد يكون هنالك فرق بحثية في كل برنامج، وهذه الفرق تكون مشاعة ويشترك فيها المجموعة، لأنها هي التي ستقود البرنامج إلى النجاح. مع طبعاً يعني لابد أنه يتم هنالك دفع عجلة هذا البحث العلمي من خلال قيادة البرنامج للقضاء على أي قيود، بحيث أنه يكون هنالك مثلاً يعني أبحاث بينية بين برنامج وآخر، سواء في على مستوى الكلية أو على كليات أخرى أو على برامج أخرى، فبالتالي يكون هذا من ضمن المعايير، أي التركيز على المشاريع البحثية بقدر المستطاع، لأن متى ما أصبح هنالك مشاريع بحثية يركز عليها البرنامج، سيكون هنالك طبعا حراك في البرنامج قضاء على بعض النقاط التي يعاني منها طبعا الأعضاء أو الطلبة، ويكون هنالك شراكة ما بين عضو وآخر في نفس البرنامج، شراكة ما بين عضو وآخر في البرنامج آخر على مستوى الكلية أو على مستوى الكليات، أيضا شراكة بين الطالب والأستاذ، وهذه مطلب، وهي يقاس بها مدى جودة المعيار في الجامعة. لابد يكون هنالك حراك بين الطلبة وبين أعضاء هيئة التدريس، وطبعا العمل على مشاريع بحثية وخلافة. أيضا من ضمن المعايير توفير كافة الموارد الخارجية اللازمة للبحث العلمي. الموارد الخارجية، البحث العلمي قد يحتاج إلى مثلا على سبيل المثال بحكم تخصصنا عمليات فضائية، تحليل عينات، الحصول على معلومات، إحصاءات، بيانات، والعديد من هذا وذاك، فبالتالي لابد يكون هنالك توفير هذه الموارد الخارجية للبحث العلمي، لكي يستطيع الباحث الطالب القيام بعمله على أكمل وجه، وهذا من ضمن متطلبات هذا المعيار. أيضا نشر مبدأ الحريات الفكرية مع تشجيع الباحثين على القيام بالبحوث العلمية، طبعا يعني بحيث أنهم ينشرون الإنجازات التي وصلوا إليها، ولا بد من تقدير هذه الجهود. ونحن نشاهد الحمد لله والشكر لله مثلا على جامعتنا، الله يحفظ القيادة ويحفظ القائمين على الجامعة على المستوى الأعلى والأدنى، هنالك جوائز البحث العلمي التي وهنالك براءات الاختراع وخلافة، فيعني هنالك طبعا حراك في ذلك، وإضافة إلى أن هنالك نشر الحريات الفكرية. أيضا تطوير الطرق والوسائل التي يتم من خلالها نشر نتائج البحوث، تسويقها، استثمارها. مثلا على سبيل المثال هنالك العديد من البرامج، و حد من هذه البرامج برنامج الجغرافيا، أن هنالك أبحاث شراكة مع جامعة الأميرة نورة، مع سابك وخلافة، إن لم تكن الذاكرة على نطاق واسع. فهذه طبعا الحراك والشراكة في الأبحاث الداخلية والخارجية، هذه تعتبر حراك، وهذه تعتبر حققت من معايير البحث العلمي المستهدفة. طبعاً أيضاً لابد من امتلاك المشرفين مهارات لتصميم المشاريع ودفع عجلة التقدم في هذه المشاريع، لأن لابد أن يكون عضو هيئة التدريس الذي يشرف على البحوث العلمية، كما تعرفون هو يوجد لديه مهارات معينة، وهذا هو الأصل بعضو هيئة التدريس، أن يتميز بمهارات عالية، أن يكون عنده قدرة على توجيه الطلاب لبحوث ذات نوعية جيدة تفيد المجتمع، تفيد الدولة، تحقق رؤية 2030. لأننا لو اتجهنا إلى مثلا على سبيل المثال وزارة البيئة والمياه والزراعة مدينة الملك عبد العزيز، الهيئة المساحة وغيرها وغيرها، تخوني الذاكرة في ذكر البعض منها، سنجد أن هذه الجهات هي تستقطب
وتشجع على هذه الأبحاث. وهنا لابد أن يكون المشرفين لديهم تواصل مع هذه الجهات ومحاولة طبعاً الدخول في المشاريع البحثية المختلفة طبعاً من خلال الجامعة. نحن يعني نعلم ذلك أنه لابد يكون في قنوات رسمية للتواصل ما بين أي برنامج وما بين الجهة الخارجية، وهذا هو النظام. ولكن هنالك تشجيع للأبحاث العلمية سواء على مستوى أرامكو، ثابت، مدينة الملك عبد العزيز العلوم والتقنية، هنالك هيئة المساحة، وهنالك شركات في القطاع الخاص أيضا. ونحن يعني مثلا على سبيل المثال إزري وخلافة، فهذه يعني العفو إذا خانتني الذاكرة عن بعض الأسماء، لكن هنالك تشجيع للبحوث. وعلى مستوى الجامعة داخل الجامعة هنالك أيضا يعني تشجيع للبحوث، وهنالك يعني نقاط معينة لابد أن يمتلكها المشرف لتوصيل طلابه طبعا الوسيلة الوحيدة المناسبة لكي هو يستطيع أن يعمل أو يخرج ببحث متميز. وهذا طبعا متطلب مطلوب من أعضاء هيئة التدريس لكي يكون هنالك حراك للبحث العلمي، ويكون هنالك إبداع، ويكون هنالك طبعا مخرجات يتطلع لها يعني المسؤولين سواء على مستوى البرنامج أو على مستوى الجامعة أو المسؤولين خارج الجامعة والمجتمع أيضا. المجتمع في الوقت الحاضر يطالب أن يكون هنالك طبعا مخرجات جيدة للبحث العلمي، وهنالك أيضا يعني هذه المخرجات تقود، هي قد تكون تقود إلى صناعات معينة أو قد تقود إلى طبعا ابتكارات معينة وخلافة، وأنتم تعلمون ذلك. طبعا من معايير الجودة في البحث العلمي أيضا ربط البحوث باحتياجات المجتمع وقضايا. نحن نعرف أن المجتمع يوجد لديه العديد من القضايا، وهنالك العديد من الاحتياجات. وطبعا مناخ البحث العلمي غني جدا بالمواضيع، سواء كانت مواضيع نظرية أو سواء كانت مواضيع علمية قابلة للتطبيق. وهنا لابد من ربط البحوث احتياجات المجتمع. يعني لدينا احتياجات، لدينا تعثر في بعض النقاط، مثلا معالجة مثلا على سبيل المثال تأخر الدراسة عند بعض الفئات، هناك تعثر الطلاب، هناك على سبيل المثال مثلا عدم التوسع في صناعة معينة، هناك احتياجات المجتمع وقضايا مختلفة، قضية مثلا الطلاق، الازدحام المروري، والعديد من القضايا التي يعني الوقت لا يسمح لنا بالخوض فيها. ولكن لابد أن البحوث العلمية تربط بهذه الاحتياجات. ويعني المناخ يضم العديد من القضايا التي لابد أن يركز عليها. طبعا يعني من ضمن معايير البحث العلمي لابد يكون في هنالك تواصل ما بين الجامعة، البرنامج، وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتزويدهم بطبعا البحوث المطلوبة، بإضافة إلى المؤتمرات، الإعلان عن المؤتمرات سواء المحلية والعالمية. وهذا ولله الحمد وارد، يعني وسائل التواصل الاجتماعي سهلت الكثير، وأصبح هذا المعيار وغيره من المعايير السابقة أصبحت في متناول الباحثين. نحن يوما تلو الآخر يأتينا طبعا رسالة أن هنالك مؤتمر أو ندوة أو لقاء أو خلافة محلي وعالمي، وهنا يعني يعتبر تحفيز وتشجيع للأعضاء على المشاركة في هذه المؤتمرات. وطبعا سواء المشاركة عن طريق إلقاء بحوث، المشاركة في بحوث، أو عن طريق المشاركة في الحضور. وهذه كلها يعني طبعا الجامعة
تؤيدها وتحاول قدر المستطاع أنها تلبي رغبات الباحثين وخلافه. أيضا لابد من طبعا النشر، معايير الجودة في البحث العلمي هو النشر في المجلات العلمية، وأيضا من المتطلبات أن يكون هنالك استشهاد في هذه الأبحاث، وأن تنشر الأبحاث في مجلات أو في دور نشر ذات مرجعية علمية. هذه الدور النشر سواء كانت عربية أو غير عربية، المهم أن هذه الأبحاث تنشر، تكون لها مستند علمي وتكون مجلات علمية ذات ثقل علمي، لكي طبعا هي أولا وأخيرا هي التي بداية ستقيم البحث، وهي التي ستنشر البحث، والبحث سيأخذ ثقله أيضا طبعا إضافة إلى الباحث والجهة التي طبعا هو طبعا ينتمي إليها، إضافة إلى ذلك المجلة العلمية. فلا بد يكون هنالك مجلات علمية ذات مرجعية، وهنالك طبعا كما تعلمون عددا من المجلات العلمية التي وضعتها جامعة الملك سعود وغيرها من الجامعات للنشر بهدف طبعا النشر في جامعات ذات مرجعية عالمية. إضافة إلى ذلك من معايير الجودة معدل براءات الاختراع التي يعني نجمت عن البحوث العلمية وتنوع مجالاتها. لابد أن يكون هنالك عدد من طبعا براءات الاختراع لأي مؤسسة تعليمية أو لأي مؤسسة كانت أو جامعة وخلافها، فهي يقاس هذه الجامعة بجودتها من معدل نشر الأبحاث، الاستشهاد بالأبحاث، براءات الاختراع، تعدد مجالات براءات الاختراع. هذا أخذ براءات اختراع مثلا في العلوم، هذا أخذ براءات الاختراع في الجانب الصحي، وهذا أخذ براءات اختراع في الجوانب الأخرى. فبالتالي كل طبعا جانب يكمل جانب الآخر، وبالتالي من هذا المنطلق تعد هذه الجامعة أو المؤسسة أو الكلية. أنتم تعرفون يعني نحن يعني نقع في منظومة واحدة سواء على مستوى العالم العربي أو على مستوى المملكة أو على يعني مختلف المستويات. فبالتالي لابد يكون هنالك طبعا مرجعية، ولابد يكون هنالك أيضا تعدد في براءات الاختراع، تعدد في نوعية الأبحاث، عدد الأبحاث، لابد أنها تنشر في مجلات علمية، لابد أن هذه طبعاً المؤسسة عندما يقيسون مدى جودتها، فبالتالي لابد أنها يكون هنالك مرجعية للأبحاث استندت إلى طبعاً نشرت في مجلات علمية، هنالك الاقتباسات، لابد يتأكدون من عدد الاقتباسات، لأن هذا هو معيار البحث العلمي. إضافة إلى عدد براءات الاختراع، الجوائز العلمية التي طبعاً حصل عليها أعضاء هيئة التدريس، لأن الجوائز العلمية هي تعتبر من ضمن المعايير ذات الأهمية الكبيرة التي حصلوا عليها، والأعضاء هيئة التدريس أو عضوات هيئة التدريس أو الطلبة طلاب طالبات لن يحصلون على جائزة علمية إلا بموجب بحث وتميز خرج بعديد من النتائج والتوصيات، وهو خدم الجامعة وخدم المجتمع، وبالتالي هذه من المعايير. أضف إلى ذلك، هل هنالك من المعايير هل البرنامج والكلية والجامعة هنا تشير الأبحاث إلى أن هنالك مشروعات بحثية مشتركة؟ هل هنالك تعاون بين الأعضاء والعضوات الطلبة والطالبات لكي، لأن هذا مؤشر على ممارسات تمارس في البرنامج، وهذه الممارسات تدل على أن هنالك طبعا تعاون بحثي سواء في البرنامج نفسه أو على البرنامج في الكلية نفسها أو في الجامعة بحد ذاتها. وبالتالي هل ما هو مقدار هذا التعاون البحثي؟
طيب ما هو عدد الاتفاقيات بين الباحثين؟ هذا من ضمن معايير البحث العلمي. هل هنالك اتفاقيات؟ هل الطلبة والأعضاء التدريس يشتركون؟ هل هنالك اتفاقيات في البحث العلمي؟ يعني إحنا نعرف مثلا على سبيل المثال رؤية 2030 تضمنت حوالي 600 مبادرة، 600 أو أكثر، يمكن 660 مبادرة. المبادرات هذه تختلف ما بين تخصص وآخر، وما بين طبعا اهتمام التخصص وآخر. فبالتالي إذا كان هنالك مثلا تعاون بحثي مثلا على سبيل المثال ما بين برنامج الجغرافيا ووزارة البيئة والمياه، سواء من ناحية البيئة أو من ناحية نظم المعلومات أو من أي مكان، أو بالنسبة لكلية الهندسة، كلية الزراعة، قسم البيولوجيا، قسم الفيزياء، هذه كلها يعني هنالك يعني أبحاث وهنالك حراك. هل البرنامج الذي نحن نقع تحت مظلته، هل هذا البرنامج يتميز بالتعاون البحثي؟ على أساس أننا نستطيع أن نذكر أن معايير الجودة في بحثنا العلمي في برنامجنا تحقق هذا المعيار. لابد أننا نظهر في مؤشرات الأداء أن هنالك تعاون بحثي ما بين أعضائنا مع بعضهم البعض والعضوات والطلبة والطالبات، أو ما بين أعضاء داخل الجامعة، أو ما بين البرنامج وجهات أخرى زي ما ذكرت لكم وزارة البيئة والزراعة والمياه، وزارة مثلا على سبيل المثال شركة المياه والكهرباء، هنالك أيضا عدد من الشركات والوزارات سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، يعني هي بيئة خصبة للأبحاث وهي تفتح يديها للتعاون البحثي، وأعضاء هيئة التدريس في أي جهة يرحبون بذلك. فبالتالي هذه من طبعا من المعايير ذات الأهمية للبحث العلمي. كم عدد الاتفاقيات التي أبرمت؟ هل أبرمت اتفاقيات خلال فصل دراسي ما بين البرنامج وبرامج أخرى داخل أو خارج الجامعة لطبعا إنجاز بحوث معينة؟ هذه برضو ذات أهمية. فالبحث العلمي بعد ما تناولنا معاييره ورأينا أن هذه المعايير تركز على نقاط معينة، لابد أننا نعرف ما هو البحث العلمي. يعني البحث العلمي كما تعرفون يتسم بالموضوعية، يتسم بالشمولية. البحث العلمي يبدأ من القاعدة إلى من قاعدة الهرم إلى أعلى الهرم، أو من وأيضا من أعلى الهرم إلى قاعدة الهرم، وهو يركز على المشاكل، يركز على نقاط معينة. لو أخذنا هذه الصفات للبحث العلمي سنجد أنها مطابقة تماما لما ركز عليه المركز الوطني من المعايير التي ذكرتها منذ قليل، اللي هو الشمولية. أيضا لابد يكون فيها حداثة. أيضا من صفات البحث العلمي، وهذه توجه إلى الجميع، أن يكون هنالك أمانة عند الطلاب في البحث العلمي، وهذا ما ركز عليه أيضا المركز الوطني، الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي، وأن لابد أن لا تكون الأبحاث مكررة، لما يكون فيها مخالفات معينة للأمانة العلمية، أن يكون مثلا الباحث حريص جدا على اختيار مواضيع ذات أهمية كبرى للمجتمع، أن يكون أسلوب بحث أيضا يتصف طبعا بالسلاسة بالجانب العلمي وخلافه، وهذه من هذه النقاط الأساسية للبحث العلمي. طبعا أنتم كما تعرفون عندما نعود مرة أخرى إلى المعايير ونأخذكم للنقطة الأولى، وهي التي أريد أن أركز عليها قليلا، وهي مقدار انتشار ثقافة الجودة في الأبحاث العلمية عند الباحثين في الجامعة. ذكرناها من شوي ومرينا عليها مرور سريع، ولكن الآن سأركز عليها، لأننا متى ما أن نحن نشرنا ثقافة الجودة وجميع الأعضاء والعضوات والمجتمع
يعني ركز على أهمية الجودة، وأن الأبحاث لازم تخرج أبحاث قصدية، أبحاث يتميز فيها الأمانة العلمية، أبحاث تخدم المجتمع، أبحاث تحقق رؤية 2030 خاصة في وقتنا الحاضر. متى ما ركز الباحث على أنه لابد أن يخرج بحثه على مستوى عالي، وهذا البحث يعني يكون في مجلة علمية ذات مرجعية موثوقة وخلافة، لأننا أحياناً وأنتم تعرفون يا زملائي وزميلاتي وجميع الطلبة والطالبات أن هنالك بعض المجلات يعني العفو قد يكون أنها هي لا تقبل، سواء يعني للأستاذ أو للطالب للنشر فيها. فبالتالي الجامعة حريصة على دور النشر التي تنشر. طبعا المركز الوطني لماذا وضع هذه المعايير؟ وضع لنا 15 معيار تقريبا. هذه المعايير لماذا وضعت؟ لأنها تريد من كل جامعة، كل مؤسسة، كل برنامج، كل لجنة، خاصة لجان البحث العلمي، أنها تركز على مدى توفر متطلبات البحث العلمي، وأنها تقدم يوما تلو الآخر طبعا إعلانات، بروشورات، زي ما هو نشوف الآن الورشة الله يعطيهم العافية، هذه كلها تشير إلى أهمية البحث العلمي ومدى ضرورة التركيز عليه، ومدى ضرورة أنه يعد متطلب لا خيار، وأنه على الأعضاء والطلاب والطالبات جميعا بدون استثناء أنهم يركزون أنهم يأخذون المعايير كما هي، وأنهم طبعا يستفيدون منها. ومن الذي سينفذ هذه المعايير؟ طبعا المعايير هي جزء منها يعتمد على الجامعة، والجزء الآخر طبعا سواء كان نفقات، توفير أجهزة، السماح بإشراك أعضاء هيئة التدريس طبعا المشاريع المختلفة بينهم وبين جهات أخرى، هذه كلها الجامعة. البرنامج يوصي يناقش ذلك في مجلس القسم، ثم بعد ذلك يوصي يرفع التوصيات، والجهة التي سترفع ستوافق طبعا الجامعة وهي التي صاحبة القرار، ستتواصل مع الجهات الخارجية. إذن هنا سنجد أن هنالك نقاط أساسية لا بد أنها تتوفر في البحث العلمي، ولا بد يدرك الأعضاء أنهم إذا لم يشتغلوا جماعة إن يد الله مع الجماعة. كلما اشتغل مجموعة أعضاء شراكة في مشروع بحثي، كلما كان هذا طبعا يرفع من قيمة البحث العلمي في أي مؤسسة كان. وهذه الشراكة زي ما ذكرت لكم محلية، سواء على مستوى الجامعة داخلها أو شراكة مع جهات أخرى خارج الجامعة. وهذه طبعا يعني تعتبر متطلب لا خيار، وعملية تسهيل وتحفيز الأعضاء للمشاركة في الأبحاث المختلفة، هذه طبعا يعول على رئاسة القسم بشكل واضح لتسهيل هذه المهمة وعملية تسهيل التواصل. وبالتالي كل هذه النقاط الأساسية تعتبر ذات أهمية كبرى، لأنها في النهاية ستكون يعني ستصب في مصلحة القسم، لأن القسم في النهاية هو الذي سيجني ثمار هذه الشراكة وخلافه. فيعني إذا أخذنا وعدنا مرة أخرى إلى المعايير، سنجد أن زي ما ذكرت لكم المعايير هي النقطة الفاصلة التي لا بد يرجع لها، ترجع لها الجامعة وتأخذها خطوة أخرى خطوة. هل أنا وفرت الإمكانيات لأعضائي؟ هل أنا شجعت البحث العلمي؟ هل أنا سهلت التواصل بين البرنامج وجهات خارجية؟ هل هنالك سرعة في التواصل؟ هل هنالك تشجيع؟
هل هنالك حوافز لأعضاء التدريس على إخراج بحوث علمية؟ هل المشرفين المعينين على الطلبة الذين يشرفون على الطلبة في الماجستير أو الدكتوراه أو برامج أو أبحاث التخرج، هل هم يتميزون بمهارات معينة؟ كل هذا وذاك لابد أن يكون يركز عليه البرنامج، لأننا إذا ركزنا على هذه النقاط سيكون هنا زي ما أنتم شاهدتوا أن سيبرز أو سيتركز في البرنامج الشمولية في البحث العلمي، الصفات العلمية المطلوبة في البحث العلمي، زي ما تقول تعرفون أن لابد يكون فيه طبعاً مرجعية في الاقتباس، لابد يكون في مرجعية في النقل، لابد يكون في حداثة المواضيع وخلافه، وهذه كلها لابد أنها تتسم في البحث العلمي. حاولت قدر المستطاع أني أخذ لكم الأجزاء المهمة في معايير الجودة، لأنها في الوقت الحاضر قلصت كثيراً عن الماضي وأصبحت محدودة، وهي زي ما ذكرت لكم شراكة بين الجامعة والبرنامج، الجامعة، الكلية، البرنامج. فمتى ما أخذت هذه المعايير، يعني هي ما هي معايير صعبة، تأخذها لجنة البحث العلمي وتناقشها مع بعض وترصد كل سنة كم عدد الأبحاث المشتركة بين أعضاء التدريس، كم عدد الأبحاث المشتركة بين أعضاء التدريس في البرنامج وأقسام أخرى وبرامج أخرى أو جهات خارجية، وفي حال أنها وجدت أن هنالك ضعف في هذه الشراكات أو ضعف في إخراج الأبحاث أو عدد الأبحاث، يعني المؤشر مثلاً على سبيل المثال إحنا وضعنا المستهدف لنا مثلاً 60% وهذا عام 43، أتى عام 44 ووضعنا المستهدف 70% ولم نستطع الوصول إليه، معنى ذلك أن هنالك خلل في البحث العلمي. إذا لم نجد أن هنالك برامج مشاريع مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس في البرنامج وأعضاء هيئة التدريس في داخل الجامعة أو خارجها، أو أن المشاريع مقصورة على أشخاص معينين دون إشراك أشخاص آخرين، يوضع إعلان ينزل الموضوع الذي سيتم طبعا وضع مشروع له، ثم بعد ذلك طبعا رئاسة القسم هي ستتخذ الإجراءات، ونحن ولله الحمد نشاهد الشفافية الواضحة والشراكة الواضحة، وبالتالي لابد أن يكونون أعضاء هيئة التدريس ذكور وإناث، طلبة ذكور وإناث، يكونون يشتركون في برامج، ويكون هنالك حقية في إشراك الجميع وعدم إقصار أو عدم تحديد لجانب مشاريع معينة لفئات معينة. لا بد يكون في حراك على مستوى البرنامج بأكمله لكي يكون هنالك شمولية، ولكن إذا المركز الوطني لاحظ أن هنالك أشخاص محددين دائما هم الذين يشتركون في البرامج وخلافه، سواء المركز الوطني أو البرنامج نفسه، لا نخرج المركز الوطني، البرنامج نفسه هو يعز عليه أن طبعا البرامج أو المشاريع لا تكون يعني شاملة للجميع. طبعاً أنا لا أستطيع أن أغفل نوعية التخصص، وهذا وارد وخلافه، وهذا وارد، ممكن مجموعة بحثية تشترك باستمرار، ولكن هذا بحكم التخصص. في هذه الحالة ممكن مجموعات أخرى بحكم تخصصهم أو تخصصهم الدقيق يشتركون في مشاريع أخرى، وطبعاً الأرض خصبة، البحث العلمي مجاله واسع وخصب للمناقشة وطبعاً البحوث. ولو أخذنا مثلاً على سبيل المثال وأعود بكم مثلاً مرة أخرى إلى رؤية 2030 والمبادرات الموجودة في هذه الرؤية، سنجد أننا لو أشتغلنا لمدة 10 سنوات قادمة في أبحاث لن نستطيع يعني
إن شاء الله، وسأقول نستطيع، لأننا لابد أن نتفاعل، أننا يعني نغطي هذه المبادرات الواسعة والطموحات العالية لهذه المبادرات. فمن هذا المنطلق يجب علينا أن نحرص، وعلى البرنامج قيادة البرنامج أن تحرص على إشراك الجميع في البرامج وفقا للتخصص. هذا التخصص مثلا الرقم واحد يكون فيه مجموعة متخصصين يشتركون في مشروع معين، وجهات أخرى ممكن أي مثلا يعني ممكن أنت يجيكم دعوة من مثلا الهند، باكستان، بريطانيا، أمريكا، دعوة للمشاركة في كتاب، دعوة للمشاركة في بحث، ده لا خلاف عليه. لكن كون أنه مشروع يعني يتبناها البرنامج بنفسه، وهذا وجهة نظري الخاصة، لابد أن يكون فيه مشاركة للجميع وإعطاء جميع الأخوة والأخوات فرصة، طبعا لأن هذا تقدم للبرنامج. أتمنى البرنامج ركز على جميع الأعضاء والعضوات، طلاب وطالبات، وهذا موجود الحمد لله، لا نغفل ذلك. العديد من المشاريع البحثية خرجت من البرنامج، وطبعا يعني قطفنا ثمارها، وهنالك مشاريع بحثية ما بين البرنامج كلية العلوم، ما بين البرنامج وطبعا قسم الجيولوجيا، قسم الفيزياء وخلافه، تخون الذاكرة في تعداد نظم المعلومات، وهذه الحمد لله فيها عراك. لكن نحن في ظل التركيز على معايير الجودة في البحث العلمي، وأذكر فقط للتذكير أنه يكون هنالك إشراك للجميع وإخراج بحوث مشتركة لكي يحقق البرنامج يعني حد الجودة المطلوب منه، لأننا لابد يكون لدينا بحوث علمية ذات مرجعية، لابد يكون هناك استشهادات، يكون هنالك مثلا النشر في دور نشر عالية مثل الاي اس اي، لابد يكون يعني هذه كلها بحكم التخصص، ولله الحمد والجميع قادرين على ذلك، ونحن اهلا، الجميع اهل لذلك، الاعضاء، العضوات، طلاب، طالبات، يعني بدون استثناء تتوفر الحمد لله المعامل، تتوفر الاجهزه وخلافه. وفي حال عدم توفر هذه المتطلبات، هنالك معامل في كليات أخرى، يكون هناك شراكات بحثية، مشاريع بحثية، وبالتالي يكون هنالك إن شاء الله تعالى يعني أبحاث ذات قيمة عالية يعول عليها الوطن، الوطن يعول علينا الكثير، يعول الجامعة تعول علينا الكثير، البرنامج يعول علينا الكثير، لأنه هو يعني يريد أن يكون هنالك حراك في البحث العلمي ذو جودة عالية وفقا للمعايير المطروحة من المركز الوطني. المركز الوطني يحدد معايير معينة، وهذه المعايير لابد أنها تتوفر في البحث العلمي، ويكون لها طبعا جودة عالية وتتسم بالشراكة. لابد يكون هنالك يعني مخرجات سواء على مستوى القسم أو القسم نفسه وجهات أخرى وأهل المجر. وإن شاء الله تعالى يعني نتوقع بإذن الله تعالى أن يكون هنالك، هو موجود ولله الحمد الحراك، يعني لابد من طبعا الرجوع للمعايير، ولجنة البحث العلمي نعول عليها الكثير في تحفيز ذلك وتشجيع ذلك، وعلى رأسهم طبعا رئيس اللجان سعادة رئيس القسم، وهو دائما يحفز على ذلك، ونحن ولجنة البحث العلمي نعول عليها الكثير في طبعا التشجيع للمشاريع البحثية وخلافه، والحصول على جوائز علمية، النشر وخلافه، الدقة في كتابة الأبحاث وخلافه. هذا ما لدي، وأشكركم جميعا على حسن الاستماع، وأستمع منكم بصدر الرحب لأي مداخلة أو طبعا تساؤل وخلاف. شكرا دكتورة سلافة، شكرا أستاذ فيصل، ويعني إذا كان عند أي أحد مداخلة أستمع لها بصدر الرحب. شكرا دكتورة حصة على هذه المحاضرة القيمة، والآن نتيح الفرصة للجميع
عنده أي استفسار أو سؤال توجهه لدكتورة حصة. في أي استفسار أو أي سؤال ممكن نقدمه للدكتورة حصة؟ طب ممكن أبدأ أنا بسؤال يا دكتورة حصة. طبعا حاليا أنت ذكرتي بعض الأشياء المهمة جدا، فنحن كنا نشجع أو قال يعني في كل المقررات نشجع الطلاب، وأنت ذكرتي هذه الأشياء. فلو يعني في واحدة من المعايير اللي نحن كنا شغالين عليها في البحث العلمي، دائما يسألون من عدد الطلاب المشاركين في البحث العلمي. فأنا كنت عاوزة أنبه يعني لو اديتينا يعني إنه هذا هو المعيار يعني مطلوب مننا، لذلك نحن نشجع طلابنا دائما في المقررات نشر أو عملية النشر. فممكن يعني هذه النقطة ما هو موجودة عندكم أو في بحكم شغلك في الجودة؟ أيوة. شكرا دكتورة على هذا السؤال. طبعا إشراك الطلاب في البحث العلمي هو متطلب، ويركز المركز الوطني على إشراك الطلبة في البحث العلمي، لأنهم يعني هم جزء من منظومة البرنامج، ولا بد يكون لهم مشاركة، وطبعا يقاس جودة البرنامج بمدى مساهمة الطلاب في ذلك. ونحن يعني الطلبة والطالبات دائما في جميع المقررات نشير لهم إلى ذلك، وأهمية البحث العلمي لأنه جزء من متطلبات الاعتماد. واضح دكتورة سلافة؟ ايوه شكرا دكتوره حصه، واضح طبعا. العفو. اي شكرا. طبعا هذه الجزئيه مهمه بالنسبه لنا، لانه يعني نحن حاليا زي ما قالت دكتوره حصه نحول في البرنامج على تحسين مستوى او رفع دائما معيار الجوده في البحث العلمي، واحده من المتطلبات المطلوبه في هذا البرنامج. لذلك هي العمليه اساسا عمليه تشجيع وتحسين ورفع المستوى العلمي زي ما ذكرتي، يعني حاليا مدى قياس أو عدد البحوث المنشورة في المجلات المرموقة زي مجلات الـ ISI أو معدل البحث عموما. وزي ما شفنا يعني ولله الحمد في الأسابيع السابقة طبعا حصلنا على المستوى الأول بمستوى كلية الآداب في مستوى النشر في المجلات العلمية، وحصل الدكتور علي الدوسري على أعلى نسبة سايتيشن واعلى مستوى من النشر. فنحن عاوزين نحبس او نشجع كل طلابنا، يعني هذا الهدف هو من عمليه الدورات وعمليه المحاضرات، بحيث نحن نصب داخل هذا الفكر، يعني نرفع مستوى البحث العلمي وتشجيع يعني زياده عدد الطلاب، لانه هذا المعيار مطلوب مننا. يعني معيار الجوده دائما بيجي عدد البحوث مع عدد اعضاء هيئه التدريس وعدد الطلاب. فلذلك نحن دائما نشجعهم في مقرراتنا وفي داخل أثناء الفصول، يعني نحن نستخدم عدد من زي ما قلت عدد من البرامج وحتى التدريس نفسه يعني فيه أبواب مفتوحة للشراكة مع كليات أخرى. فشكرا لك يا دكتور على التوضيح، يعني بس أنا حبيت أعقب، وإذا في أي أيوه. واحد من الدكاترة الموجودين حاب يعقب ممكن يعقب على هذه النقطة برضه. شكرا في لك، إضافة دكتورة، تفضل. يعني طبعا أنا أعرف وكما تعرفين البرنامج يحرص أنه يدرب الطلبة والطالبات في أماكن ذات طبعا تخصصات هي تفيد البرنامج، مثلا مدينة الملك عبد العزيز، هيئة المساحة مثلا على سبيل المثال، أرامكو سابك وخلافة، فهذه كلها جهات يتدربون فيها الطلبة، وهي أصلاً يوجد فيها مثلاً فرص لا تعد ولا تحصى للبحث العلمي.
فعلى الطلبة، يعني احنا انا يعني اشيد ان يعني وطبعا الكلام موجه للجميع اعضاء التدريس والطلبة، اقتنصوا الفرص لأثناء التدريب الميداني لعملية طبعا وضع شراكات بحثية ما بين البرنامج وجهات أخرى، لأنها ذات أهمية كبرى ومن أحد المعايير المهمة أو المحكات المهمة للبحث العلمي. شكرا دكتور. شكرا دكتورة، شكرا دكتورة. لو في أي مداخلة من الأعضاء أو الطلاب المشاركين معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. حبيت بس أشكر سعادة الدكتورة حصة على المحاضرة جدا قيمة، كما عودتنا دائما على إثراءنا بالمعلومات والمحاضرات الغنية بالمعلومات القيمة. دكتورة بس عندي استفسار، هل هناك فرق بين المعايير للجنة البحث العلمي للنشر ومعايير الجودة في البحث العلمي، أم أنهم يعني يصبون في نفس الهدف؟ أيوة، أول شيء شكرا دكتورة فاطمة. عفوا، الله يعطيك العافية يا رب، وشكرا يا دكتورة، ألف شكر، دورة جدا قيمة واستفدنا منها كثير. الله يسعدك، يعطيك العافية. إجابة لسؤالك دكتورة، طبعا المعايير واحدة وهي تركز على نقاط أساسية. المعايير تركز أن يكون في البرنامج بحث علمي، أن يكون هنالك مجلات علمية مرموقة، أن يكون هنالك طبعا نشر واقتباس ذو مرجعية موثقة، وأن يكون هنالك مثلا براءات اختراع لبعض التخصصات. المعايير واحدة والمتطلبات واحدة، والمركز الوطني هو وضع هذه المعايير زي ما تفضلت دكتورة، أن هل هي واحدة أم تختلف؟ لا، البحث العلمي المطلوب منه معايير زي ما ذكرتها لكم، هي يعني 13 معيار أو 13 محك. هذا 13 محك هي المطلوبة طبعاً من لجنة البحث العلمي للعمل عليها ومحاولة تفعيلها كما هي في البرنامج. إذا فعلت هذه ال 13 نقطة فهي بالتالي استوفت متطلبات البحث العلمي، سواء على مستوى طبعاً يعني جميع الجامعات تتسابق ولله الحمد تحقيق هذه ال 13 محط اللي هي أمامكم. أنا وعرضت عليكم الآن رقم 13، وإن شاء الله يكون هذا مفهوم دكتورة فاتن. نعم واضح دكتورة، الله يعطيك العافية. شكراً. شكراً شكراً دكتورة حصة. تفضلي دكتورة عنبرة، تفضلي دكتورة عنبرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. شكراً جزيلاً دكتورة حصة على هذه المحاضرة القيمة، وأثرتي نقاط يعني هامة جداً. أنا عندي تعليق على موضوع الشراكة البحثية بين أعضاء هيئة التدريس، يعني ممكن تقوم مجموعة بحثية في نفس القسم، أو بين مجموعة من الأعضاء في قسم وقسم آخر، أو من خارج حتى الكلية. هذه نقطة. دائما فكرة المجموعات البحثية، يمكن اللي عندهم خبرة فيها، في يعني تحدي، ألا وهو أنه عندما يعني تقوم مجموعة بحثية بدون شك يتم توزيع الأعمال فيما بينهم، ولكن تواجههم وهذه النقطة معروفة، أن عدد من الأعضاء أو ممكن يطلع عضو قد يكون طالب دراسات عليا أو عضو هيئة التدريس لا يقوم بالعمل المطلوب منه على وجه الكمال، وهذا هو الذي قد يكون فيه أو الذي يشكل عائق أمام انتشار ثقافة المجموعات البحثية. وإلا فإن مراكز الأبحاث في داخل مركز البحوث الإنسانية وغيرها يعني مفتوح المجال ويدعم كما تفضلتي عملية البحث العلمي،
وإن شاء الله هذه بتكون يعني بتتسع إن شاء الله عمليات المجموعات البحثية، يعني أقصد أنها ستظهر وستدعم الجودة في البحث العلمي بإذن الله، سواء في قسم الجغرافيا أو في كلية الآداب أو في الجامعة عموما، وكلها يعني سلسلة واحدة. هذه نقطة. النقطة الثانية التعليق بالنسبة للطلبة، طلبة وخاصة طلبة الدراسات العليا، يعني نلاحظ أن الطالب يحجم عن عملية نشر أبحاث، أو أنه يعد أثناء دراسة مقرر من المقررات، أو حتى بدون ما يكون يدرس مقرر من المقررات، أنه يشترك مع عضو هيئة التدريس أو حتى يقدم لنفسه. يعني ما نرغم الطالب، ولكن نقول أن هذا البحث نشر في البرنامج الفلاني بين قوسين مقرر دراسي، لديهم إحجام وكل شيء يوفقونه لعملية الرسالة. إذا أنت يعني عضو هيئة التدريس الذي يدرس مقرر طلب من طلبته في المقرر أنهم يعملون بحث علمي كامل، لاحظت أن الطالبات، طبعا هذا من خبرة بسيطة لمدة فصل دراسي واحد درس في مقرر طرق البحث، فلاحظت أن الطلبة يوفرون مجهودهم لبحث التخرج اللي هو رسالة الماجستير، يعني سواء كانت رسالة أو اللي هو البرنامج المقررات. فهذا يعتبر يعني بكل شفافية هذا يعتبر عيب لدى طلبة الدراسات العليا، لأن من خلال الخبرة المتواضعة لدي، يعني عندما نحضر مؤتمرات دولية سواء في الدول العربية أو الدول الأجنبية، طلبة الدراسات العليا هم الذين يشكلون المساحة العظمى من الأبحاث التي تلقى في هذه المؤتمرات. فلماذا لا يكون هذا هو حال طالب الدراسات العليا في قسم الجغرافيا أو في جامعة الملك سعود عموما؟ طبعا هذه المشكلة تعتبر ظاهرة في الأقسام الإنسانية بصورة واضحة، وعلى العكس تماما هي لا تعتبر ظاهرة في الأقسام العلمية. الوعي والثقافة بالبحث العلمي وإنجاز الأبحاث العلمية تختلف تماما لدى طلبة الدراسات في الأقسام العلمية. مع الشكر والتقدير لكم، شكرا دكتورة سلافة، وشكرا لابننا الأستاذ فيصل مجلي، شكرا جزيلا. شكرا دكتورة عنبرة، ويعني أشاطرك بالرأي والهموم بذلك، ونعول الكثير على لجنة البحث العلمي. طبعا المتحدثة دكتورة عنبرة وهي يعني من قامات البحث العلمي في القسم، ونعول نعول كثيرا على لجنة البحث العلمي أن يكون لها دور في تفعيل ذلك، وفي طبعا وضع حراك للطلبة ونشر الثقافة للطلبة، لأن زي ما تفضلت الدكتورة عنبرة، هذه سعادة الدكتورة يعني وضعت اليد على، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن يكون هنالك نشر ثقافة للدكتورة الثقافة وهي موجودة، ولكن تفعيلها أكثر ورفع ثقافة الطالبات أن النشر مصلحتهم أولا، ثم في مصلحة البرنامج، ثم في النهاية كلنا نقول أنتم نعمل للبرنامج. فبالتالي هذا واجب علينا، أننا واجب وطني، واجب للجامعة، واجب للكلية، فنعول عليكم الكثير إن شاء الله يا دكتورة. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا شكرا، وإن شاء الله يعني كلنا في القسم نزعى، يعني كل أعضاء هيئة التدريس وكل من يعني يمس القسم الجغرافيا ويزعى إلى هذا. بس طبعا طرح الدكتور عنبرة، وزي ما قلت علقت يا دكتورة حصة، فعلا هذا يعني ملاحظة الدكتور عنبرة واضحة بالنسبة لكل أعضاء هيئة التدريس، فلذلك نحن محاولين ونزعى إن شاء الله إنه نحقق يعني نرفع هذه الثقافة بتاعت النشر البحوث، وطلابنا قادرين يعني دي الحاجة اللي احنا دايرين يعني نحاول نكسر هذا الحاجز، إنه هم الطلاب قادرين وعندهم يعني إمكانية، لذلك نجد يعني نجد زي ما قال دكتور عنبرة يعني، ونحن سئلنا في هذا الموضوع يعني في بعض اللي هنا، وين طلابكم بتاعين الدراسات العليا؟ ليه مستوى النشر في الطلاب بتاعين الدراسات العليا عندكم قليل؟
إن شاء الله نزعى يعني محاولين بقدر الإمكان نرفع هذه الثقافة كلنا مع بعض إن شاء الله. شكرا يا دكتورة عنبر على هذا. شكرا لك. شكرا دكتورة حصة. شكرا دكتورة حصة على هذه المحاضرة. ويعني إن شاء الله إنه تكون في محاضرات دورية، نزعى إنه تكون في محاضرات دورية وندخل طلاب، يعني كل الطلاب يشاركونا حتى إذا كانت بمستويات نص ساعة بس إن شاء الله، على أساس إنه نرفع مستوى ثقافة النشر وثقافة البحث العلمي لدى طلابنا إن شاء الله. شكرا دكتورة حصة، شكرا دكتورة عنبر، شكرا دكتورة فاتن، شكرا للجميع على الحضور اللي شاركونا، وإن شاء الله نلتقي في مرات أو محاضرات أخرى. شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء. شكرا دكتورة سلافة، شكرا أستاذ فيصل، وشكرا للجميع على الحضور. شكرا، يعطيكم العافية.